اهلا بيكم. فيديو النهارده هتكلم فيه عن موضوع مهم جدا ويهم كتير من الشباب الحقيقه، وهو انك ازاي تقدر تطلع من دايره الفريند زون وما تخليش اي بنت تنفض لك. احنا كرجاله لما بنلاقي بنت معجبه بينا واحنا ما بنبدلهاش بنفس الاعجاب، فبنحطها في جانب الفريند من غير زون، يعني ما بنقولهاش انت زي اختنا والكلام التعبان ده، وبنحترم مشاعرها وبنبدلها بنفس الاهتمام ونسأل عليها ونطمن، ولو لا قدر الله حصلت لها مشكله فبنقف جنبها ونحاول نحل المشكله، لان احنا كذكور كائنات بطبعها فريندلي جدا وبتبقى على العشره والصحاب والكلام الحلو ده. تعالى بقى ندخل في موضوعنا واكلمك على البنت اللي بتحطك في الفريند زون. البنت دي لما بتعرف انك انت اعوذ بالله يعني معجب بيها، فبتقع معاها ما بين حاجتين في الفريند زون ملهمش تالت. اول حاجه انها ما تديلكش وش ولا اهتمام اصلا. تاني حاجة انها ممكن تقفل معاك الموضوع بشياكة وتقول لك انها رافضة فكرة الارتباط اصلا، وانها بتعتبرك انت تحديدا زي اخوها، في حين ان اخوها الاصلي ابن امها وابوها اللي قاعد معاها في نفس البيت بيضربها ويعلي صوته عليها وعامل نفسه راجل عليها، وغالبا بيبقى اخوها الصغير وما تقدرش تفتح بقها معاه، وانت بقى الراجل اللطيف معاها الجنتل معاها اللي بيتعاملها معاملة 7 نجوم، بتعتبرك في الاخر زيه، لكن هي في الحقيقة ما بتعتبركش زيه، انما بتقولك الكلمة دي عشان تطفشك يا معلم. انا هقولك على كام نقطة تخليك ما تتحطش في الموقف ده نهائي. ما تبقاش الشخص الطيب اللطيف بزيادة معاها، لانها كده كده بتشوف معاملة حلوة من ناس كتير، طبعا ده بغض النظر عن اخوها. لما تيجي تتكلم معاها جاملها بحاجة واحدة بس فيها، وما تقعدش بقى تتغزل فيها وتقول لها انت قمر وانت جميلة وهي مش مدياك وش اصلا، وياك تخش على البروفايل بتاعها وتعمل لايك لكل صورها، لانك كده بتبين لها انك انت واقع خالص، وما تفضلش تبعت لها في قلوب كتيرة، لان فعلا ناس كتيرة جدا بيعملوا الكلام ده معاها، فخلاص بقى بالنسبة لها الكلام ده مكرر وعندها مليون معجب غيرك، سواء بقى لما بتروح الجامعة او لما بتروح شغلها او حتى وهي ماشية في الشارع. فانت لازم تبقى شخص مختلف ومثير للاهتمام، بانك تبقى تقيل في كلامك، تقيل في سؤالك، واثق في نفسك، وبتهتم بشكلك ومظهرك. لازم يكون شكل جسمك رياضي، لو انت مش فاضي تلعب رياضة هاتلك عقلة والعب تمارين سويدي في البيت، صدقني هتفرق معاك قوي. لازم تهتم بنظافتك الشخصية، من ضمنها انك ما تبقاش مطول ضوافرك، ريحة بقك ما تبقاش وحشة، سواء بقى كانت بسبب التدخين او بسبب ان انت ما بتغسلش اسنانك، خليك قدامها شخص متفائل وعنده طموح. حتى يا سيدي لو انت ما بتعملش اي حاجة في حياتك فحاول تشغل نفسك باي حاجة، ما تبقاش الشخص المتاح ليها على طول، وحاول تكلمها في اي موضوع او اي حاجة هي بتحبها، وهتلاقيها يا معلم فتحت معاك على الخامس، لان البنات بطبعها رغاية وبتحب الكلام الكتير. نهاية الفيديو، يا رب تكون استفدتوا، ولو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشكرا.